أهلا بكم. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021-2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة. وأشار ربيع إلى أن تنامي أعداد حمولات السفن العابرة للقناة ساهم في تحقيق أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة وقدره 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة زيادة بلغت 20.7%. أكد عدد من كبار رؤساء الشركات العالمية للذهب والتعدين على التطور الذي تشهده صناعة التعدين في مصر. وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين 2022 أشار المشاركون إلى أن الإصلاحات والإجراءات المتخذة شجعت العديد من الشركات على اتخاذ قرار الاستثمار في مصر والمشاركة في المزايدات للبحث عن الذهب والمعادن. إلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات جلسة التعاملات على تراجع جماعي وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 15.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 593.231 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9008 نقاط ليغلق عند مستوى 8685 نقطة متراجعا بنسبة 3.59%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1699 نقطة ليغلق عند مستوى 1655 نقطة منخفضا بنسبة 2.57%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2507 نقاط ليغلق عند مستوى 2435 نقطة منخفضا بنسبة 2.89%. بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة رسمية إلى تونس للشروع في مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد. وأفاد مكتب الإعلام بالبنك المركزي التونسي أن الزيارة الرسمية التي ستتواصل أسبوعين انطلقت وتخصص للتفاوض من أجل برنامج تمويل جديد. تتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. اشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى آية ويوسف، إليكما.